يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي؟ وهل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي وهي عاجزة عن العمرة والحج؟ إذا كانت أدت الفرض فالحي لا يفعل عن الحج والعمرة نافلة إلا الميت، الميت لا بأس يعمل عنه الحج والعمرة فريضة أو نافلة، أما الحي فلا يعمل عنه الحج والعمرة فريضة إلا عند العجز عن المباشرة، والنافلة لا تعمل له ما دام حيا. نعم، لأن هذا لم يرد هذا أنهم يعتمرون عن الأحياء عمرة نافلة أو حجة نافلة، إنما ورد هذا في الفرض عن العاجز الكبير الهرم أو المريض المزمن، هذا الذي ورد به الدليل. نعم.